نهار 5 من شهر اكتوبر 2004 كان واحد الشاب اللي سميتو مراد كيدوز النهار مع العائله ديالهم في دارهم اللي كاينه في العاصمه المغربيه واللي هي الرباط. وهنا غادي تبان واحد الشابه اللي كانت غريبه، وقفت فجاه في باب الدار وطلبت من العائله ديالو باش انها تهضر معاه. خرج مراد مع هذه البنت لواحد بضع دقائق، وكان باين عليه بلي انه مرعود وما مرتاحش قبل ما انه يمشي معها في الطوموبيل ديالها لواحد المكان اللي هو مجهول. مراد ما بينش للاسره ديالو شكون تكون هذه البنت او لا فين غادي نتزوج. ما كانش عارفة الأسرة ديال مراد في هذا الوقت بلي أنه هذه غادي تكون آخر مرة اللي غادي يشوفوا فيها مراد هو حي، حيتاش من بعد غادي يختفي في واحد الظروف اللي هي خامضة من بعد هذه الواقعة بالضبط. ومن هذيك عمر شي حد قدر يعرف فين مشى مراد بالضبط. لكن بعد شي أيام من الاختفاء ديالو بطبيعة الحال العائلة ديالو مشاو كيديروا اللازم عند البوليس، واللي كنا عارفينه هو التبليغ. بداو كيقلبوا عليه، لكن من بعد أيام غيلقاو جثة تاع الشاب مراد في واحد الدار مهجورة، وكانت الجثة ديالو عريانة تماما ومربوطة في واحد السرير ديال واحد البيت، وكان باينة بلي أنه مولف على كان قطع عرق الضحية بواحد الطريقة اللي هي احترافية. ولكن المحققون ماشي هادشي اللي أثار انتباه ديالهم، ولكن أمر غريب أنه في المرايا تاع داك البيت لقاو واحد الإشارة مكتوبة بالدم ديال الضحية واللي هي 1/5. ما قدروش المحققون باش انهم يلقاو شي تفسير لهذاك الرمز. فكيفاش فقد هذا الشاب مراد حياته بهذيك الطريقه البشعه؟ وشنو كيعني داك اللغز او الاشاره اللي لقاوها على المرايا ديال البيت ديالو اللي هي 1/5؟ واش غادي يتمكنوا البوليس من انهم يشدوا المجرم قبل ما انه تبان ليه شي ضحيه واحده اخرى؟ فباش نعرفوا تفاصيل هذه القصه الاجراميه وعلاش وكيفاش بقاو معايا حتى النهايه. قضيه الليله كدر في الدماغ. وسلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه احوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد. كيف ما وعدتكم اليوم غادي تكون حلقه خاصه واللي هي قضيه اجراميه. فاذا كنت جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدردر كيف العاده ما تنسوش انكم تفعلوا جرس القناه باش انه في ما يوصلكم شي جديد تكونوا نتوما الاولى اللي كتوصلوا به، او اذا كنتم فاعلينه حيدوه وعاودوا فعلوه من جديد باش تعاود تاكتيف عليكم من اول، لانه كاين بزاف اللي تيقول لي انا مفعلاه ولكن ما كنتوصل بوالو غير ولا حيدته عاودوا رجعوه. فخلينا ما نطولش عليكم اكثر لانه قضيه الليله زوينه كدر في الراس، ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. من بعد يومين تقريبا اكتشاف الجثه ديال مراد وكانوا البوليس غارقين في البحث فشكون هو هذا المجرم اللي غادي يوصل لهم خبر بلي انه كاين شاب واحد اخر اللي يلاه تقتل واللي سميتو عصام السويدي، واللي مات في واحد القهوة اللي هي شعبية بسبب كمية كبيرة من السم اللي تحطت ليه في الكاس ديالو ديال أتاي. ولكن اللي أثار انتباه المحققين في هذه الجريمة من أول وجديد عاوتاني ديك العلامة اللي غادي يلقاوها في المرايا نتاع المرحاض ديال القهوة واللي هي 2/5، واللي كتعني باللي أنهم الجريمتين متصلتين مع بعضيات ديالهم. وهنا غادي يزيد من حيرة المحققين اللي بداو كيتاكدوا باللي انهم كيتعاملوا مع سفاح اللي هو متسلسل. المحققون غادي يستوجبوا مجموعه من الشهود اللي كانوا في ديك القهوه الموقعات الحادثه، كلشي قال باللي انه كلشي كان غادي بواحد الشكل اللي هو طبيعي جدا، حتى بدا عصام فجاه كيغوت وهو شد في كرشو وكيلمح لهم باللي انه كيحس بواحد الالم اللي هو رهيب، وقبل اصلا ما يعاونوا شي حد كانت روحو خرجات لانه داك الشيء طرف رمشه عين. لكن من بعد غادي دار واحد التقرير اللي هو جنائي اللي كيثبت باللي انه عصام تعرض لجرعه كبيره من السم واللي تحطت ليه في الكاس ديالو اللي كان تيشرب. المحققون استوجبوا دوك السربايا وفي الاخير اتضح لهم باللي انه ما عندهم حتى شي علاقه بالموت ديال عصام، وهنا فين زاد تعقدت الامور. وهنا الشرطه تاكدوا اكثر باللي انهم كيتعاملوا مع قاتل اللي هو محترف. غادي يزيروا البحث وغادي يزيدوا المحققون في المجهود ديالهم باش انهم يشدوا هاد السفاح وفي اقرب وقت قبل ما يمشي شي ضحيه واحده اخرى، ولكن هاد الاخير كان اسرع منهم وبزاف، حيت وهم غارقين في داك البحث غادي يوصلهم الخبر عاوتاني نتاع وقوع ضحيه جديده، وكان باين بلي ان السفاح نفسه كان من مورا حتى ديك الجريمه الثالثه. غادي يبلغوا الساكنه بلي انه وقع واحد الحريق في شي طوموبيل في واحد المنطقه اللي هي غابويه في المدينه، وقدروا بعض الساكنه انهم يطفيوها
ولكن هنا غادي يكتشفوا واحد الشاب اللي كان وسط منها. ولكن هذه المرة هذا الشاب كان باقي حي، اللي غادي يديوه ديك الساعة لأقرب مشفى باش أنهم يعتقوه. غادي يتمكن المحققون باش أنهم يحددوا الهوية ديال هذا الشاب اللي كان سميته سمير من خلال شي وراق اللي ما تحرقوش ليه. وللمرة الثالثة المحققون غادي يلقاو عبارة 3 من 5 على المرايا اللورانيوم الطوموبيل واللي ما تقاسش بالعافية، لأنه الحريق مازال ديك الساعة ما شب في الطوموبيل كاملها. وهذا يعني أنه عاوتاني هذه الجريمة عندها علاقة بالجريمتين الأولين اللي فاتوا، الأولى والثانية. كان المحققون عندهم أمل باللي أنه سمير غادي يولي بخير باش أنهم يوصلهم للسفاح اللي هو باقي لدابا حر وباقي مهددين ناس واحد آخرين أنهم يكونوا ضحايا ديالو. ولكن إصابة سمير كانت صعيبة، تعرض لحروق من الدرجة الأولى اللي أداو للوفاة ديالو من بعد يومين وهو في الإنعاش كان كيتلقى العلاج. هنا غادي يركزوا المحققون في دوك الضحايا الثلاثة واللي لقاو بلي أنه كاين عامل مشترك ما بيناتهم. هاد الثلاثة كانوا صحاب لهم مقربين، وهنا في المحققون غادي يستدعيوا واحد العدد من الأصدقاء دوك الشباب الثلاثة وحتى المعارف ديالهم. غادي يستوجبوا واحد العدد اللي هو كبير من الشباب، وفي كل مرة كانوا كيضغطوا عليهم بهدف الوصول لشي دافع اللي خلى المجرم أنه يرتكب هذه الجريمة. وكانوا المحققون كيصرحوا المستجوبين بلي أنهم حياتهم كانت في خطر، وأن الإقرار بالحقيقة فقط هو اللي غادي يحميهم من السفاح. ولكن ورغم هذا الشيء كله ما وصلوا حتى شي جواب، وغادي يستمروا في استجواب بزاف من الشباب حتى غادي يقدروا يوصلوا في الأخير لواحد النقطة. قال لهم شي واحد من الشباب اللي خضع الاستجواب لأنه ربما كيعرف السبب اللي خلى السفاح يستهدف صحابه، واعطوني ابنكم وسمعوني مزيان. غادي يقول لهم بلي انه هاد الضحايا وشاب واحد اخر سميتو خالد المعتوق وهو معاهم قبل واحد الفتره غادي يخطفوا واحد الشابه من احد شوارع العاصمه ديال الرباط، وداوها لواحد الدار اللي هي نفسها تلقات فيها الجثه ديال مراد. غادي يحبسوها في واحد البيت لمده 3 ايام وغادي يبداو كيتناوبوا عليها كل من الشباب الخمسه جنسيا. فبقات ديك البنيته محبوسه في داك البيت بلا ماكله ولا شراب. فذاك الشاب اللي حكى المحققون هاد التفاصيل توقع باللي انه ربما شي حد من عائلة هاد البنت وهو اللي غادي يكون دار هاد الجرائم باش انه ينتقم منهم ونوبته راه جايه. المحققون غادي يتحفظوا على هاد الشاب ووجهوا له تهمه الاعتداء الجنسي والاختطاف. مشاو تيقلبوا على خالد المعتوق اللي كانوا خاصهم انهم يعتقوه، ولكن السفاح كيف العاده كان اسرع منهم مره اخرى، ولقاو جثة ديال خالد في واحد الطوموبيل اللي كان مستاسيونيها في واحد الباركينغ، وكان تشابه كبير ما بين مسارح الجريمة كاملها، لأنه من جديد لقاو علامة 4 من 5 مكتوبة على الزجاج ديال الطوموبيل. ولاحظوا بلي أنه المجرم غادي يستخدم ديك الرشاشة ديال الفلفلة حارة إذا كنتو عارفينها باش أنه يشلل الحركة ديال الضحية، نفس الحاجة اللي كان دار مع مراد وحتى مع سمير. من بعد هاد الضحية تعرضت للذبح أو للنحر بشي زيزوار. المحققون زاد التوتر ديالهم فانهم خاصهم ولا بد يشدوا هذا المجرم اللي ينتقم من هاد الشباب، ولكن مازال دابا ما قدوش يلقاو شي دليل مادي، وخصوصا وانه تكنولوجيا تحقيق ما كانش متطور في ديك الوقت، وان المحققين ما عندهمش مازال ادوات متطوره كيف اليوم. وزيد عليها بلي انه كاميرات المراقبه انذاك مازال ما كانتش منتشره في كاع البلايص، وكان من الصعب عليهم تحديد هوية السفاح. فكانوا المحققون بداو تيأسوا في انهم يفكوا الخيوطة ديال هاد الجريمة اللي كانت مشبكة واللي ما موصلهم حتى راس الخيط. حتى فجأة غادي توصلهم واحد الرسالة نصية من مجهول كيدعي بلي انه هو اللي كان السفاح الانتقام من كاع دوك الشباب. ولكن اكثر ما اثار اندهاش المحققين هو ان السفاح في الحقيقة ما كانش راجل كيف حنا مولفين كنسمعوا في غالب الجرائم، وما كانش حتى من اقارب ديك الشابه اللي تم الاعتداء عليها. طم انه مول الجرائم كلها كانت هي المعتدى عليها، البنت اللي تعدوا عليها. وهنا غادي تحكي في الرساله ديالها قصها مع دوك الشباب الخمسه من البدايه، وشرحات كاع تفاصيل الجرائم اللي ارتكبت باش تاكد المحققين باللي انه هي اللي كانت مول الفعله. التفاصيل اللي ذكرات في الرساله ديالها كان من المستحيل انه يعرفها شي حد من غير المجرب مول القضيه. قالت لهم بلي انه هي اللي نتقمات راسها لراسها، وببساطه ما خدلتها الاجراءات القانونيه. ايوا دابا
اجيو عطوني ديناتكم نشرح لكم كيفاش بدات القصه، حيت هنا عاد غادي نقولوا حقيقه بسم الله لنبدا. بدات القصه في منتصف العام 2004 لما كانت هاد الشابه المغربيه سميتها فاطمه با خليل كتوجد راسها باش انها تنتقل من منطقه وزان اللي كانت ساكنه بها مع الاسره ديالها للعاصمه الرباط بهدف انها تلقى شي خدمه اللي توالمها من بعد ما سالات قرايتها في كليه الصيدله. ما كانش فاطمه عارفه المدينه في ديك الوقيته، كحتها كار دازت من قرب المحطه الطرقيه اللي في حي يعقوب المنصوري اللي بالرباط مع الظهر تقريبا. هنا غادي توقف عليها طوموبيله كحله وخرجوا منها ثلاثه ديال الرجال اللي كانوا صحاح، غادي يشدوها وغادي يدخلوها صحه بزز من هذيك الطوموبيل. في رمشه عين وقعت هاد الاحداث وما كانش عند فاطمه فرصه انها تستغرب حتى شي حد. جلسوا حدا هذوك اللي خطفوها زيروها، واللي كان صايق كان داير نظار كحلين واللي هو القائد نتاع المجموعه. كان واحد شيفور واحد قدام وجوج اللور هما اربعه. واحد من دوك اللي جالس حداها غادي يضربها حيت كانت كتغوت وغادي يحاول انه يسد ليها فمها. عيات فاطمه من انها تطلبهم وتبكي وترجاهم باش انهم يخليوها، ولكن ما رحموهاش علما انها اكدت لهم بلي انها ما عندها حتى شي علاقه بشي فتيات الليل، ووعدتهم حتى بلي انه ما غاديش تمشي تبلغ بهم عند البوليس غير يطلقوها ويخليوها ترجع عند عائلتها في وزن. ما بغات حتى شي حاجه، ولكن حتى شي حد مدها فيها وغير كيسدوا لها فمها. هنا عرفت فاطمه مسكينه بلي انه المجموعه ما ناويينش انهم يخليوها، وهنا بدات كتركز على الطريق باش انها تشوف كيفاش تهرب. الطوموبيل خرجت على المدينه حتى وصلت لواحد لابيست كلها غبره، وهنا هاد العصابه ديال الشباب غادي يربطوا لها عينيها العينين ديال فاطمه باش انها ما تشوفش فين غادا الطوموبيل بالضبط. وشوفوا دابا الذكاء ديالها كيفاش داير، وحيتاش عينها مغمضين ما تقدرش تعرف الطريق فحاولت انها تعرف المسافه بحساب الدقات ديال قلبها. لما حسبتهم لقاتهم 526 نبضه. عاد وقفت الطوموبيل وهنا غادي تسمع الصوت نتاع شي باب حديدي اللي غادي تحل، ودخلات الطوموبيل ووقفات كلشي نزل. هبطوها عاد حيدوا لها هذيك البنده من عينيها وغادي تلقى راسها وسط الخلا. قالوا ليها بلي انه غادي يتعداو عليها وفاش غادي يساليو غادي يقتلوها ويدفنوا الجثه ديالها وسط داك الخلا وما كاين اللي يجيب خبرها. ولكن فاطمه غادي تحاول انها تقاومهم وتخليهم باش انهم ما يقيسوهاش، ولكن غلبوها اكيد وتعداو عليها. بلي فاش غادي يطيح الظلام غادي يتواصلوا مع واحد الشخص الخامس. هنا غادي ندخلوا في هذا الشخص الخامس باش يجي تشارك معاها في هذيك الحفله نتاع الاعتداء الجنسي على جسد فاطمه البريئه. لمده 3 ايام بقات فاطمه محبوسه عند هاد الشباب اللي داروها بحال شي لعبه جنسيه واللي كانوا كيتنوبوا عليها ليل ونهار. من بعد ما سالات ديك الايام غادي قرروا الخاطفون باش انهم يرجعوا فاطمه للمدينه من جديد، بدلوا الراي ديالهم انهم ما يقتلوهاش. غادي عاوتاني يعصبوا لها عينيها ودخلوها الطوموبيل حتى وصلوا حلوا الطوموبيل لحوها في واحد الشارع خاوي وزادوا. كانت فاطمه انذاك حالتها مسكينه وما حبش التفكير ديالها من كيفاش غادي تكون ردت فعل الاسره ديالها لما غادي يعرفوا بلي انها فقدات الشرف ديالها على يد خمسه ديال الوحوش وماشي واحد. غادي تقوي راسها وغادي تمشي للمركز ديال البوليس باش انهم يجيبوا لها الحق ديالها، هادشي طبيعي من بعد ما تعرضت لهاد الكارثه. ولكن للاسف هاد الخطوه اللي دارت ما غادي تفيدها في والو وغير زادت حبطاتها، حيت غادي يطلبوا منها البوليس بزاف ديال المعلومات اللي ما كانوش عندها. سولوا على الاسماء ديال دوك الدراري وحتى على الرقم ديال الماتريكول ديال الطوموبيل، وطلبوا منها سيرتيفيكا من عند طبيب اللي كتاكد بلي انها فعلا تعرضت لاعتداء جنسي. وفي الاخير باش كملوها وجملوها غادي يقولوا لها البوليس انه لانه بزاف من بائعات الهواء او اللي كيتسموا بلي بروستيتوي تيجيو كيتشكاو بنفس الحاجه من بعد ما كتكون بالرغبه ديالهم. اخر حاجه توقعت فاطمه هي هذا الجواب او شي رده فعل محبطه من طرف رجال الشرطه، فقررت باش انها تلجا لحل ثاني واللي هو شي محامي باش يدافع عليها باش تاخذ حقها من المعتدين بالقانون. ولكن لما المحامي حتى هو جاوبها نفس الاجوبه ديال البوليس قال لها بلي انه البوليس ما يقدروش يقبضهم او لا يوجهوا لهم شي تهم بدون تحديد المعلومات، وقال لها بلي انه تقدر هاد الشكوى تاخذ لك شهور او ربما اعوام، وخصوصا انه المركز عامر بحال هاد الشكاوي. انا فاطمه عرفت بلي انه ما غادي يكون عندها حتى شي حق وضيعت شرفها وحقها وما كاين حتى شي حل. هنا في بدات كتخطط باش انها تنتقم من المجرمين الخمسه وبنفسها. باش تنتقم كان خصها هو الاول تعرف على الهويه نتاع دوك الرجال الخمسه اللي اشتركوا في الاختطاف وحتى في الاعتداء.
فقررات باش انها تغامر وتمشي من نفس الطريق من اش مشات الطوموبيل نهار خطفوها. من بعد 4 ايام ما خرجات من الكارثه اللي وقعت لها، فاطمه غادي تشد طاكسي صغير وبدات كتعصر في دماغها وكتقلب في الخلاوات حتى قدرات توصل واخيرا ديك الدار المهجوره اللي تم الاعتداء عليها فيها. كانت واحد الدار في واحد المنطقه اللي هي خاويه من عزله ديال شي مزرعه، وقفت تما كتراقب من بعيد ديك الدار واش كاين شي حركه شي حس واش هما باقيين تيجيو، حتى غادي تبان ليها المفاجاه الغير متوقعه. غادي تبان ليها نفس الطوموبيل الكحله اللي هزاتها تبعتها فاطمه حتى قدرت تعرف الدار ديال داك اللي سايقها. ما ننساوش بلي انه فاطمه كانت في طاكسي، واللي كان الشيفون تاع ديك الطوموبيل الكحله داير نفس النظر كحلين يوم الجريمه. مشات عنده دقات عليه الباب وحل ليها شي حد من العائله ديالو، طلبات منه انها بغات تشوف مراد اللي عرفت السميه ديالو. لما خرج عندها وشافها تصدم وما توقعش بلي انه غادي يشوفها مره اخرى، وهنا غادي تستغل الصدمه ديالو وهددته انها غادي تفضحه في دارهم اذا هو ما مشاش معها ديك الساعه لديك الدار المهجوره. طلعت هي ويا طوموبيلته ومشاو لديك الدار، وهنا بدات كتعامل معاه مزيان حتى طمأناته وشرحت ليه بلي انه بغات تحل هذا المشكل بالتي هي احسن باش انه ما طيحش في المشاكل مع العائله ديالها، وبلي انه بغاتو يتزوج بها تق بها قرب منها. ولكن هي في هذه اللحظه كانت مستعده باش انها ترش داك المخدر على وجهه وعينيه باش انها تغيبوا. هذه المره ما كانش عندها المخدر داك الحار، ولكن عندها داك اللي كيغيب على الوعي. هنا غادي تجر مراد للبيت اللي كان حابسينو فيها نتاع ديك الدار المهجوره، غادي تعري من حوايجه وغادي تربطو بالحبل. لما فاق لقى فاطمه جالسه حداه وشاده في يديها واحد الزيزوار، طلبات منه باش انه يعطيها تفاصيل اكثر على صحابو الربعه اللي شاركوا معاه في الاعتداء، والا غادي تنوض تصفيها ليه. اكيد غادي تخلع حاجه ما بقى الميت ما يدير قدام غسالو، وعطى لفاطمه قال المعلومات اللي هي محتاجه. فاش سالات قطعت ليه الوريد ديالو باش انتقمت منه بسهوله. غادي تغطي الصبع ديالها في الدم وغادي تكتب في المرايه 1 من 5. من بعد فاطمه غادي تبدا في المراقبه ديال الشخص الثاني اللي هو من افراد العصابه، واللي هو عصام السويدي اللي كان شاب ضخم وعرفات من عند صاحبه الاول ان هذا عصام راه كيمشي بزاف لواحد القهوه اللي هي معروفه. من بعد يومين من المراقبه تنكرات في واحد الزي ديال دوك اللي تيبيعوا ودخلت للقهوه، فاش كان عصام جالس يشرب كاس ديالو ديال اتاي، وبدات كتعرض السلعه ديالها على الناس باش ما تثيرش انتباه ديالو، حتى وصلت لعصام اللي تمكنات من انها تشغلو بداك الشيء اللي كتبيع. دارت ما بان لها حتى شي حد كيشوف فيها، وهنا غادي تحط بكل احترافيه واحد الكميه مهمه ديال السم، الكميه اللي كانت كبيره وخرجت من القهوه بواحد الشكل اللي هو طبيعي، وخلات عصام كيشرب من كاسه بلا ما يعرف بلي انه كيشرب في اخر كاس ليه في حياته. خرجت فاطمه وبقات حاضيه عن بعد وكتلذذ بالسم اللي كيجري في العروق ديالو، بلا ما نساو بلي انه فاطمه كانت فارماسيانه فهي عارفه ان هذا الامر غادي يكون سريع وفعال لان عندها علم بالادويه. فاش وقعت الحادثه فاطمه كانت دايره راسها بلي انها كتبيع الناس في الزنقه، حتى زعما بانوا ليها بالناس بلي انهم كيجريو القهوه. مشات حتى هي باش تاكد خلات الناس مشغوله دخلت المرحاض باش تكتب في المرايه بعكر حمر 2 من 5. من جديد انتقلت فاطمه للشاب الثالث واللي سميتو سمير الفاطمي، واللي كانت المهمه ديال الانهاء ديال حياته اسهل من صحابو بزاف. دوات لي فاطمه ودعات بلي انها هي صديقه حميميه لصاحبو مراد، وبلي هي دابا بغات تخرج معاه هو، وراه ما غاديش تكون بوحدها غادي تكون مع حتى صاحبتها، حيت كان قال ليها الضحيه الاول بلي انه نقطه ضعف سمير هما العيالات، وبلي ما كيقدرش يقاوم الصوت النسائي اللي تيكون محلحل اولا داك السويت اللي تيكون ناعم. داكشي اللي طبقات وقالت لي بلي انه مراد اللي عطاني النمره ديالها، وقال ليها بلي انه راه صاحبي واحد الشاب اللي عزيز عليه النشاط، وسلقت الخطه بسهوله مع سمير. مشى للبلاصه اللي نعتت ليه فاطمه اللي كانت كتسناه وهي مقاده ومزوقه بطبيعه الحال، حاولت انها تخبى مزيان في داك الزواق باش سمير ما يعرفهاش. من بعد ما طلعت معاه في الطوموبيل سولها على صاحبتها اللي كانت جايه، قالت ليها غادي نمشيو نتلاقاو في واحد البلاصه الفلانيه يلا نمشيو نشوفوها، منطقه اللي كانت غابويه في القفار ولكن كانت توسط المدينه. وصلوا طلبت منه انه يحبس الطوموبيل باش تقلب على صاحبتها، ولكن في الحقيقه كانت كتقلب واش ما كاينش الغاشي باش تقدر تطبق الجريمه ديالها في راحتها. فاش تقنات بلي انه المكان امن رجعات للطوموبيل وقفت بجنب الشرجم ديال سمير، دقات الزاج ديالو حل ليها وهو ضحك نشط حتى غادي تصدمو هي كترش ليه على عينيه داك البخاخ الحار.
ما بقاش قادر انه يحل عينيه. من بعد كبت فاطمه ليسانس على الجسد ديالو وشعلت فيه العافيه، قفلت عليه باب الطوموبيل باش انه ما يهربش. وهنا فين غادي تكتب؟ وهنا فين غادي تكتب؟ 3 من 5 هربت. من بعد فاطمه غادي تمشي تتبع الشخص الرابع واللي هو خالد، اللي كان تيخدم في شي نادي ليلي داكشي ديال الريبة، وكان كيتعطى الشراب بزاف حتى كيفقد الوعي ديالو. غادي تمشي فاطمه لداك النادي الليلي ولقات فعلا بلي انه خالد جالس تما، ومشات حداه وقنعاته بلي انه تيعجبها وبلي انها بغات ترجع معاه لدارو. ركبات معاه في طوموبيلته، دارت ما بان ليها حتى شي حد كيراقبها، رشات عليه حتى هو نفس البخاخ ديال فلفله، وفاش ما بقاش كيشوف نحراتو في عنقه. طبيعه الحال ما غاديش تخرج من مسرح الجريمه حتى غادي تكتب 4 من 5. وهنا بدات كتقلب على الشخص الخامس اللي ما قدرتش توصل ليه، لانه وصلها اخبار باللي عند البوليس، ويقال باللي انه هذا الشخص ولا كومه من الخوف ليتعرض للقتل، وغادي تلا به باللي انه غادي يحماق من شده الخوف والهلع والهلوسه من انه يكون ضحيه تاليه من بعد ما شاف نهايه صحابه كاملهم اللي كانت بشعه. فبدات كتخطط باش انها تهرب من البلاد قبل ما يشدوها البوليس اذا عرفوا الهويه ديالها. نهار الاربعاء 31 من شهر ماي عام 2005 وصلت العميد الشرطه عبد الرحيم بدار رساله واللي كانت مكتوبه بخط واضح. كانت الرساله صيفطتها فاطمه لمركز الشرطه باش انه حتى شي حد بريء ما يطيح في الفخ ويتشد بسببها، واللي فيها كتقول: انا البنت اللي اغتصبوها افراد العصابه وطبقت فيهم الحكم ديالي بالاعدام حيت هضموا احلامي وحرموني من العوده لمدينتي وزان. لما غادي توصلكم هذه الرساله غادي تكون طيارتي داتني شي بلاد اللي هي بعيده، وفكر شي واحد طفل اللي انا ما عارفاش شكون هو باه ما بين الخمسه، ما غاديش نرجع لبلادي. وغادي تحكي لهم التفاصيل اللي حكيت لكم ديال كيفاش تم القتل كل واحد. وهنا وقعت فاطمه على الرساله ديالها في الاخير بالمغتصبه. غادي يقلب عميد الشرطه داك الدار في الرساله ولقاها مختومه في مطار مدينه الدار البيضاء، غيمشي تيجري باش انه يقبض عليها، حتى غادي يقولوا ليه بلي انه الرساله من يومين وهي مكتوبه وقعت في مكتب الاستعمالات، وانه صاحب الرساله غدا الاراضي هذه 3 ايام. ومن ديك الوقت هنا غادي تقفل المحضر والملف، غبرات فاطمه وحتى شي حد ما عرف فين مشات هاد السيده. وهذه القضيه هي ما تسمى بالكولد كيس، لانه الجاني ما تلقاش. فاطمه اليومين هذا هاربه وحتى شي حد ما عارف شي حاجه عليها. في نظركم يا متابعين يا كرام، واش فاطمه تعتبر ضحيه ام مجرمه؟ خليو ليا لتحت تعليق ديالكم باش نقراها. وكيف العاده ما تنساوش قناتكم من الدعم بالضغط على زر الاعجاب ما تيكلفكم حتى شي مجهود، وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. فدمتم في امان الله وحفظه ورعايته، ونقول لكم سلام سلام.